طقس متقلب عم بيسيطر حاليا على اغلبيه مناطق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط. تفاصيل اكثر عن طقس لبنان بنشوفها بعد صوره وشمسيه. مثل ما قلنا هلا بنوصل على فقره صوره وشمسيه، وصلتنا اليوم صوره من سمر. من بعد صوره سمر بنروح هلا على الدول العربيه المجاوره تنشوف كيف عم بيكون طقسها. بنبلش جولتنا مع القاهره 20، 15 بتونس، 14 بالرباط والجزائر، 39 درجه بالخرطوم، 18 ببغداد، 12 بدمشق، 18 بالقدس، 26 درجة بالمنامة، والختام عم بيكون مع الكويت 26، الدوحة 27، مسقط 28، أما رياض 29 درجة. منوصل هلأ على طقس لبنان. بكرة بيكون في عنا طقس متقلب بين غائم جزئيا أحيانا إلى ماطر. حرارة على الساحل عم تتراوح بين 8 وال 18 درجة. الرطوبة عم بتسجل أقصاها 80%، أما سرعة الرياح عم توصل لل 30 كيلومتر بالساعة. بالجبل عم توصل أقصاها للعشرة، أما بالداخل عم تسجل أقصاها 11 درجة. جولتنا اللي بتاخذنا من شمال لجنوب بتفرجينا اكثر تفاصيل حراره ببعض المناطق اللبنانيه. بنبلش جولتنا من شمال مع عكار 14، 16 بطرابلس، 2 بالقرس، 13 درجه بالكوره، الهرمل 13، 12 بالقاع، 9 ببعلبك، 11 درجه برياق. بالمناطق اللبنانيه بنوصل على جبال 14، 3 بفريا، 18 درجه بجونيه ببعبده. بيروت كمان عم توصل فيها الحراره ل 18 درجه. مثل ما ذكرنا عم بيكون في عنا طقس متقلب من غائم الى ماطر، 9 بزحله، 11 بشتوره، 10 بعنجر، 16 درجه بمشغره، 14 بجزين وبرشية، 15 بمرج عيون، 16 ببنت جبال، وعم بختم مع بيت الدين 14، اما المناطق الجنوبيه صيدا، سور وقانا و17 درجه. كيف رح يكون الطقس للثلاث ايام الجايين؟ بنشوف سوا. مثل ما ذكرنا بكره بيكون في عنا طقس متقلب بين غائم جزئيا احيانا الى ماطر. الحراره نهار الثلاثاء عم تتراوح بين 11 وال 18 درجه، استقرار لنهار الاربعاء 18 درجه، اما عم بيكون في عنا انخفاض ملحوظ بدرجات الحراره، والحراره لنهار الخميس عم توصل اقصاها لل 12 درجه. عم ببلش تساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر. بعتونا صوركن على اكونت الانستغرام والفيوتشر تي في ابلكيشن، واكيد شو ما كان طقسكن المفضل لاقونا على طول على المستقبل.